تسلط الضوء أكثر على الوضع في كركوك، ينضم إلينا عضو مجلس محافظة كركوك سيد علي مهدي. أستاذ علي، مرحبا بك في حصادنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. يعني يا حبذا لو تطلعنا على حقيقة الوضع في كركوك، ما الذي يحدث؟ المفوضية تقول بأن مسلحين يحتجزون ويحاصرون موظفي المفوضية، والتقارير الصحفية والإعلامية تقول بأن العرب والتركمان يتظاهرون ويعتصمون بصورة سلمية. حدثنا عن الواقع لو سمحت. اعتصام التركمان والعرب اليوم دخل يوم السادس أمام مخازن المستودعات الذي تتوفر فيه صناديق الإقتراح. لا، اعتصامنا السلمي، لم يبقى حلقة واحدة لحد الآن في هذه المظاهرة، ونحن نحافظ على صناديقنا والأشخاص الذين هم داخل المستودع. لا يوجد لدينا أي دية، هذا تاريخيا مثبت علينا أن التركمان لم يقفوا ولا دقيقة واحدة ضد الدولة. نعم. إجراءات غير سلمية، إجراءات مطالبنا قانونية وإجراءاتنا هي اعتصام سلمي. طيب أستاذ علي، اليوم الأول في رمض شهر، بماذا تطالبون؟ شهر رمضان مبارك. مطالبنا هي إعادة عد الفرز اليدوي للصناديق. اليوم نحن اليوم الأول شهر رمضان، عدنا إفطار جماعي لدينا هنا، الحمد لله تمت الإفطار بنجاح وصلاة جماعية تمت بنجاح. مطالبنا هي فقط العد والفرز اليدوي الذي هو من حق المواطنين الذين صوتوا أن يثبتوا، أن يتأكدوا من أين ذهبت أصواتهم. نعم، يعني هل ذهبت أصواتكم إلى جهة معينة؟ نعم، أصواتنا ذهبت إلى غير قوميتنا، أصواتنا ذهبت إلى اتحاد الوطن الكردستاني مع الأسف. إذا تريد المفوضية أمن وسلامة كركوك عليها بالموافقة على قرار الفرز اليدوي، الفرز والعدل اليدوي في كركوك. طيب، الأستاذ علي مهدي عضو مجلس محافظة كركوك، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.